كلمنا بقى حضرتك عن معارض اهل رمضان في محافظه الجنوبيه للسلع الغذائيه الاسعار. افتتحنا كم معرض مجرد في تحكي. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بمشاهدي قناه صدى البلد. اهلا وسهلا بكم في معرض اهلا رمضان بمدينه بنها بمحافظه القليوبيه. بالنسبه للمعارض طبقا لتعليمات القياده السياسيه وتعليمات معالي الوزير علي المصلحي وتعليمات سياده اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه، تم افتتاح معارض اهلا رمضان مبكرا بمحافظه القليوبيه. تم افتتاح معرضين حتى الان، معرض شبرا المؤسسة بميدان المؤسسة ومعرض بنها اللي احنا بصدده وموجودين فيه الآن. تم الافتتاح يوم الخميس 5 يناير 23 بحضور معالي الوزير وبحضور معالي الوزير المحافظ. وده سلسلة من يعني معرضين من مجموعة المعارض اللي المفروض إن شاء الله هيتم افتتاحها في محافظة القليوبية. خلال أيام إن شاء الله هيتم افتتاح عدد 3 معارض، معرض في القناطر الخيرية ومعرض في توخ ومعرض في الخنكة، ليكون إجمالي المعارض المفتتحة حتى نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم 5 معارض، بالإضافة إلى 5 معارض أخرى سيتم افتتاحها إن شاء الله تحت عنوان أهلا رمضان والمبادرات الرئاسية بأمر الله لتخفيف العبء على المواطنين. طبعا زي ما حضرتك شايف كل السلع الغذائية موجودة بوفرة بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة تتراوح من 30% لـ40% عن مثيلتها في السوق، والسلعة الأساسية اللي الناس بتبحث عليها اللي هي سلعة الرز احنا موجود عرض خاص يمكن اليوم الخامس او السادس على التوالي في معرض بنها، موجود رز زنت 1 كيلو جرام ب 12 جنيه، طبعا معلوم لدى الجميع ان سعر الرز السايب بيبتدي من 12 جنيه، النهارده زي ما بقول لحضرتك وبنطمن الجماهير منزلين عرض خاص للمعرض ب 12 جنيه معبأ حبة عريضة عالية الجودة. ده بالإضافة إلى ان موجود عندنا برضو في المعرض زيت طعام سعر الزجاجة 35 جنيه للي هي 750 ملي. زي ما بقول لحضرتك الأسعار فيها تخفيض عن مثيلتها في الأسواق من 30% لـ40%. شكرا. تحت أمرك. كلمنا بقى حضرتك عن الأسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان اللي موجود الأفضل أخباره. طبعا احنا في بداية الكلام احنا بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والناس القائمين بالعمل كلهم، سياده اللواء عبد الحميد الهجان واحمد بيه عبد العليم، ده ضروري الناس دي تتعب معانا اللي هي صبح وليل ونهار، الناس دي معانا على طول بصفه مستمره بصراحه ومساعديننا وتعبين معانا جدا. عايز اقول لحضرتك اللي احنا حاطينه النهارده زيت شطاره لتر، المهندس عاصم برضو مشترك معانا فيه بتاع برج العرب دايما بيساعد معانا المهندس عاصم، وزيت قراميش برضو بتاع المهندس عاصم، شركه ارما داخله زيت هديه وزيت كريستال وزيت ممتاز. الزيت اللتر عندهم ب 49 في المعرض بس، هم مساعدين في المعرض، والسمنه كريستال والحاج محمد حمد بتاع عبور لاند بصراحه مشترك معانا وبيساعد معانا جامد، في بينبيع العبور لاند ربع كيلو ب 13 جنيه والنص كيلو ب 24.5. شركه الاسطوريه على راسها المهندس حازم الباشا برده مدعم مادي ودعم بعربيات ومساعدنا جامد المهندس حازم الباشا، والرز عندك هنا ب 12 جنيه اهوت، والزيت اللتر ب 49. في اقبال كبير يعني. في اقبال غير عادي، وبنخلص وبنجيب بنخلص وبنجيب يعني السلع متواجده على طول على طول على طول من 8 الصبح لحد 8 مساء وطوال ايام الاسبوع شغالين، وبقى لنا 14 يوم شغالين. سياده اللي هو ما هو سايبنا خلاص، سياده اللي هو عبد الحميد الهجان المحافظ واحمد بقى عليم، الناس دي مش سايبانا فعلا، كلها طبعا تحت قياده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا ما نقدرش ننسى الكلام ده كله. نشكركم جميعا. شكرا. الف شكرا. شكرا.